هذا المرسوم تم اتخاذه اليوم من أجل أنه هدفين أساسيين. الهدف الأول كلكم يعرف أن المحاسب عليه مسؤولية جسيمة في تسيير الأموال العمومية، وخصوصا في ظرف الأهداف في مجال الشفافية في تسيير المال العام، أهداف من حجم الأهداف اللي راسم الحكومة ورك وقابض الإجراءات من أجل المراقبة والتفتيش اللي تدير في المحاسب ظروف يلا لا يعود ظروف ملائمة لعمله. وبالتالي مع تشجيد التفتيش من جانب وإعطاء المفتشية آليات التفتيش الإمكانيات تعدل عملها في أحسن ظروف وبأدق ما يمكن، الحكومة أيضا منتبه وشايفة على من الضروري على أيضا المحاسبين يداروا ظروف عمل يقدروا يؤدوا بها هذه الخدمة الجسيمة في أحسن في أحسن في أحسن ظروف. وبالتالي ظهر نعلن الحلقة الضعيفة والله الحلقة الأضعف في جهاز المحاسبة هي أولا المحاسبين في المؤسسات ذات الطابع الإداري. الامتيازات اللي يجبروا امتيازات ضعيفة نسبيا مقارنة مع حاجياتهم، ضعيفة نسبيا مقارنة مع الامتيازات اللي يجبروا المحاسبين في الإدارة المركزية للخزينة، ولا هي أيضا متجانسة بين المؤسسات. يجبر محاسب عن امتيازات مختلفة عن محاسب آخر شبيه له، ويجبر محاسب عنده علاوات وهو يسير ميزانية قليلة لكن امتيازاته أكبر من محاسب آخر عنده نفس الوظيفة يقاري عنده مخاطر أكبر بعمله. بالتالي البيان يحاول أنه يسد هذا الفراغ القانوني، ويرسل أيضا رسالة على الهدف ما هو التضييق، الهدف على العمل وعلى المال العمومي يحافظ عليه. وبالتالي هذا هو فحوى هذا المرسوم اللي تم اتخاذه اليوم في مجلس الوزراء. مثلا يعني أعطيكم سبيل المثال العناصر اللي انقبضت في تحديد هذه العلاوة، انقبضوا فيها ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول المستوى الإداري للمحاسب، من درايه كانوا مراقب خزينة، من درايه كانوا مفتش خزينة، من درايه كانوا إداري من السلك المالي، ومن درايه كانوا خارج الإطار. إذن هذا العنصر الأول مستواه هو الإداري، الله رتبته الإداري. العامل الثاني المقبوض عين الاعتبار في تحديد هذه العلاوات هو تجربته، عدد سنوات تجربته في المجال، نقسمه أقل من 3 سنوات وفوق 3 سنوات. العامل الثاني اللي انقبل أيضا في تحديد هذه العلاوة حجم الميزانية التي يسير، لأن ذاك يتحدد عليه أيضا حجم المخاطر اللي يتعرض لها والأغلاط اللي يتعرض لها. وبكتلخيص أعلن أقل مبلغ أقل علاوة زيادة على الراتب هي 100,000 وقية للمحاسب، أقلها لمراقب مالي يسير ميزانية أقل من 20 مليون أوقية، وأعلاها 675,000 وقية لمحاسب من درجة إداري من السلك المالي عنده تجربة فوق 3 سنوات ويسير ميزانية مؤسسة تتجاوز 2 مليار أوقية. إذن العلاوات طبيعة الحال هذه العلاوات زايدة على راتب. راتبه تحدد قوانين الإدارية العادية تتراوح بين 100 و675 ألف أوقية. إذن هذا هو فحوى مشروع المرسوم هذا.